بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. دائما مع المتتاليات العددية في هذا الفيديو الرابع راح نتعرف على المتتالية الحسابية، لا سويت أريتميتيك. في هذا الفيديو راح نتعرف على العلاقة التراجعية، عبارة الحد العام، كيفية إيجاد SSR، وثاني كاين أمثلة ونحلوا بعض التمارين. احنا راح نقوم طيلة هذا الفيديوهات اللي جايين بملخص، يعني كل يوم نعمره شوية الملخص تاعنا، من نكتب المتتالية الحسابية لا سويت أريتميتيك، ومن المتتالية الهندسية لا سويت جيومتريك، وكل يوم نعمره الجدول هذا حتى مع التالي نخرجه بملخص كامل على الدرس. إذا نبدأ على بركة الله. إذا أعزائي الطلبة، نقول أن UN متتالية حسابية إذا وفقت إذا وجد عدد حقيقي R بحيث يكون من أجل كل آن من مجموعة الأعداد تنتمي إلى آن، أي مجموعة الأعداد الطبيعية، يتحقق إحدى العلاقتين لرأي أمامي، أي علاقة تراجعية. إذن عندنا UN زائد واحد تساوي UN زائد R، وعندنا ثاني UN زائد واحد ناقص UN نوجد R، حيث هذا R أعزائي الطلبة هو أساس المتتالية، أساس المتتالية، وهو ثابت، و R هذا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. يعني هكا دير الملخص تاعك، و مامطون في كل فيديو نديرو شوية ونديرو أمثلة ونحلو تمارين ونزيدو شوية حتى نعمرو الملخص تاعي. إذن وقتاش تكون المتتالية UN حسابية؟ تكون حسابية إذا وفقت إذا كان الفرق بين حدين متتابعين، الفرق بين حدين متتابعين ثابتا، وهذا الثابت اللي نسموه الأساس. يعني بعبارة أخرى، تكون متتالية حسابية إذا استطعنا الانتقال من حد إلى الحد الموالي بإضافة دائما نفس العدد R. نعطيكم شيما، مثلا عندي المتتالية، تمثيل المتتالية على الخط U0 U1 U2 U3 U4، يعني الانتقال من حد إلى حد، لاحظ الانتقال من حد إلى حد آخر، واش نديرو؟ دايما نزيدو R بلوس R بلوس R، وهكذا بلوس R. يعني أنا عطيتك مخطط مثلو فيه المتتالية الحسابية كبلوس R. طريبيا، أما عبارة الحد العام للمتتالية الحسابية، عندنا بصفة عامة كما راكم تشوفوا، عندنا U N تساوي U B زائد N ناقص B R، حيث هذا الـ B أعزائي الطلبة حد من حدود المتتالية، معناتها هذه العلاقة تربط بين حدين مختلفين. نكتبها لكم، حد من حدود، هذه U B هي حد من حدود المتتالية، عفوا. فوالا، وعندنا حالات خاصة، كي يكون عندي الحد الأول U0 كما راكم تشوفوا، هاي وراي الحالة هذه، يعني كي يكون U0، هاي عفوا، راح تكون عندك UN تساوي U0 زائد NR. طبق الحالة العامة تصيب نفس الشيء، الحد الأول كيف يكون عندي الحد الأول U1، معناتها UN تساوي U1 زائد N ناقص 1R. طبق هذه ولا احفظ هذه تكفي، خلاص سيبو. كما بالنسبة لـ UN هذيك زائد R، نعطيك برهان عليها. مثلا في المتتالية الحسابية عندي UP، UP زائد واحد تساوي ماذا؟ تساوي UP زائد R، صح. هنا كون نديرو U P زائد اثنان واش تساوي؟ تساوي U P زائد R،
بلوتو عفوا زائد واحد زائد واحد زائد ار، معناتها هنا اي بي زائد واحد يروح مع اي بي زائد واحد، وهكذا وهكذا رانا هابطين معها حتى نلحقوا وين اي ان. اي ان واش تساوي؟ اي ان ناقص واحد زائد ار، يعني نفس الشيء زيدوا هنا كان اي ان زائد ناقص واحد منا زيدوا نحو منا، معناتها واش تولي لي؟ تولي لي اي ان، اي ان واش تساوي لي؟ تساوي لي اي بي زائد، لان مازال لي هنا اي بي الفوق ومازال الاخرين كامل تنحاو، هذه كما مثلا هذه تتنحى، هذه تتنحى مع وحده منا وهي رايحه. واش بقى لي؟ بقى لي الاي بي ومازالوا لي لي ار، هذو الار هذو مازالوا لي بزاف، يعني مازالوا لي اي بي زائد ار زائد ار زائد هكذا زائد زائد، يعني كامل لي ار هذوك. واش معناتها هذوك لي ار؟ معناتها هذو لي ار هما نقدر نقولوا هما ان ناقص بي حدود، حدود على ذيك نكتبو اي ان بصفة عامة تساوي اي بي زائد ان ناقص بي ار، يعني عدد ار كاين ان ناقص بي ار. ان شاء الله تكونوا. اذا اعزائي الطلبة، بالنسبة لطرق إثبات أن UN متتالية حسابية إذا تلقيت بها في التمرين، يكفيك أنك تعبر أو تثبت أن الفرق، مثلا الفرق هذا عفوا الفرق هذا UN زائد واحد ناقص UN يعطيك عدد ثابت اللي هو R، ما أعطالكش عدد ثابت مش حسابي، أعطالك عدد ثابت حسابي. أو ولا نكتب UN زائد واحد بدلالة UN اللي هي هذه، يعني للزوج على العلاقة تراجعية. كذلك أعزائي الطلبة، ضيف إلى الملخص تاعك أننا نستعمل العلاقة التامة العامة، يعني هذه العلاقة نستعملها لحساب الأساس، حيث R يساوي UN ناقص UP على N ناقص P. معناتها اليوم يكفي الملخص تاعنا هكا، نروحوا نعمروا الملخص من جهة الحسابية ونديروا أمثلة وتمارين وكذا، ومن بعد نولوا ونكملوا واش كاين في الحسابية، ومن بعد الهندسية نكملهم، نكونوا صبنا روحنا مع الآخر دايرين ملخص. إذا الآن يكفي اليوم في الملخص، روحوا نديروا بعض، نعطيكم بعض الأمثلة ونحلوا بعض التمارين. مثلا نقول لك متتالية U0 تساوي 2، وعندي UN زائد 1 تساوي UN ناقص 3، هذه معرفة بعلاقة تراجعية. إذن هنا هذه باينة متتالية حسابية، الأساس تاعها R يساوي ناقص 3 لأنه UN زائد R، وحدها الأول هو U0 يساوي 2، يعني باينة وضوح الشمس. مثلا نقول لك مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الطبيعية هي صفر واحد، استنى نشوف نكتبهم هكا. مثلا نقول لك صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا، صح حتى الآن؟ أيوة، هذه مجموعة الأعداد الطبيعية. لاحظ أننا ننتقل من حد لآخر بإضافة زائد واحد، زائد واحد اللي هو R زائد واحد وهكذا. هذه بالنسبة لمجموعة الأعداد الطبيعية، حيث أننا نجد العلاقة مثلا بين الواحد والإثنان هي أنه الإثنان يساوي واحد زائد واحد. مثلا العلاقة بين اثنان وثلاثة هو أن الثلاثة تساوي اثنان زائد الواحد. العلاقة بين الثلاثة والأربعة هو أن أربعة تساوي ثلاثة زائد الواحد. معناتها هنا نلاحظوا أن العدد واحد هو
العدد واحد ثابت. هنا عندي العدد واحد ثابت، يعني بصفة عامة واش نقول أن المتتالية أي U1 تساوي U0 زائد R، و U2 تساوي U1 زائد R، يعني بصفة عامة. U3 تساوي U2 زائد R، وهكذا وهكذا حتى نلحق لـ UN زائد واحد تساوي UN زائد R. طريبي أنا تفكرت حاجة ثانية، وقتاش تكون المتتالية ثابتة؟ إذا كان R يساوي الصفر، إذا كان الأساس يساوي الصفر أنا المتتالية ثابتة، يعني كل الحدود تاعها تساوي الحد الأول. متفاهمين؟ صح. نواصلوا مع الأمثلة. مثلا إذا كانت عندي مثلا U0 متتالية أي الحد الأول U0 يساوي واحد، و R الأساس يساوي الاثنان، يعني هنا راح نتحصل على متتالية متتالية الحدود تاعها، يعني حسابية بالطبع الحدود تاعها راح تكون واحد، ومن بعد زائد الاثنان ثلاثة، زائد الاثنان خمسة، زائد الاثنان سبعة، زائد الاثنان تسعة، وهكذا حتى الاثنين آن زائد الواحد. هذه واش مجموع؟ يعني عندي الحد الأول واحد هو الحد الأول، ثلاثة هو الحد الثاني، خمسة هو الحد التالي، واثنين آن زائد واحد هو الحد الأخير. إذن هذه واش من مجموعة؟ هي مجموعة الأعداد الفردية، مجموعة الأعداد الفردية. أزيد لك مثال آخر. مثلا عندي UN متتالية حسابية معرفة بحدها الأول U0 يساوي الواحد، وأساسها R يساوي الثلاثة. يطلبوا منك سؤال يقول لك اكتب عبارة الحد العام بدلالة N، بدلالة ان نعرفه باللي عبارة الحد العام مدام عندي U0، إذن نستعمل هذا العبارة UN تساوي U0 زائد NR. صح، معناتها UN تساوي U0 زائد NR، معناتها تساوي واحد زائد NR أي ثلاثة N. حاب يقول نقدر نكتبه من الأحسن تكتبها كUN تساوي ثلاثة N زائد واحد، هكذا نكتبه عبارة الحد العام. لو قلت لك احسب لي احسب الحد الثامن، اذا كان U0 الحد الاول معناتها U7 هو الحد الثامن. طيب U7 هو الحد الاول، كون يكون U1 هو الحد الاول U7 هو الحد السابع، لكن هنا U7 هو الحد الثامن، U8 هو الحد التاسع، U9 هو الحد العاشر، وهكذا. إذن U7 واش تساوي؟ تساوي ثلاثة، مادام درت هنا سبعة وهنا سبعة آن آن سبعة سبعة، إذن U7 تساوي ثلاثة في سبعة زائد الواحد، ومنه تساوي 22. الآن نعطيك واحد الأسئلة، نقول لك واحد السؤال، هل المتتالية UN حسابية؟ يعني نكتبوا بعض المتتاليات ولا نثبتوا باللي هي حسابية. عندنا مثلا المتتالية الأولى UN تساوي 2N ناقص 5، يعني نشوف إذا كانت حسابية ولا لا. لا صح، أنجو نديرو نحسبو UN زائد 1، معناتها تساوي 2 في N زائد 1 ناقص 5، معناتها تساوي 2 ان زائد 2 ناقص 5، يعني نقدر نكتبوها 2 زائد 2 ان ناقص 5. هذه واش هي؟ هذه ماشي هذه يا اخي، هي يو ان، هاي وراي هذه يو ان. صح، حاب يقول نقدر نكتبوا يو ان
زائد الواحد تساوي يان زائد اثنان، يان زائد الاثنان صح. معناتها كتبناها على الشكل هذا، كما نقدروا نكتبوا على الشكل هذا، نديروا يان زائد واحد ناقص يان تساوي اثنان. أيوة، مادام كتبت على الشكل هذا إذن يان متتالية حسابية. نكتب إذن يان متتالية حسابية، حدها الأول بالصفر يساوي ناقص خمسة، وأساسها R يساوي الاثنان. نعطيكم متتالية أخرى ثاني رقم اثنين، هذه صبناها حسابية. رقم اثناني ان تساوي اثنين ان ناقص الواحد على ان، هذه راي عندها الان في المقام، معناتها راي معرفة على ان نجمة، يعني ما عدا الصفر قيمة ممنوعة. طيب كون نجي نحسب اي واحد، الحد اي واحد، اي واحد وش يساوي؟ يساوي اثناني الواحد ناقص الواحد على واحد، معناتها تعطيني واحد. نحسب اثنان، اثنان تساوي اثنان في الاثنان ناقص الواحد على الاثنان، معناتها تعطيني ثلاثة على اثنان. طيب نحسب ثلاثة، تعطيني اثنان في ثلاثة ناقص الواحد على الثلاثة، معناتها تعطيني خمسة على ثلاثة صح. كنا حسبوا الفرق U اثنان ناقص U واحد، وش يعطينا؟ يعطينا ثلاثة على اثنان ناقص الواحد، نوحد المقامات تعطيني صفر فاصل خمسة. نحسب U ثلاثة على أي ناقص U اثنان، إذا تعطيني خمسة على ثلاثة ناقص ثلاثة على اثنان، نوحد المقام تعطيني واحد على ستة. معناتها U اثنان وش يساوي؟ يساوي U واحد زائد صفر فاصل خمسة صح. سمى هذا هو الأساس صح. U ثلاثة وش تساوي؟ تساوي U اثنان زائد واحد على ستة، ورانا نشوفه باللي صفر فاصل خمسة لا تساوي واحد على ستة، إذن UN ليست متتالية حسابية. نزيد لك متتالية ثالثة، UN تساوي N مربع ناقص اثنين N زائد واحد، هذه راعي الشكل A أو كاري موان 2AB بلس B أو كاري، معناتها نقدر نكتبه على الشكل UN تساوي N ناقص واحد الكل مربع. كنا حسبه U واحد، U واحد تساوي واحد ناقص واحد U صفر، عفوا U صفر، نحسبه U صفر، U صفر واش تعطينا؟ تعطينا صفر ناقص واحد مربع، معناتها تعطينا واحد. U واحد تعطينا واحد ناقص واحد يعني صفر، تعطينا صفر. U اثنين تعطينا اثنين ناقص واحد مربع يعني واحد صح. لو نحسبوا الفرق U واحد، عفوا U واحد ناقص U صفر واش تعطينا؟ U واحد ناقص U صفر تعطينا ناقص واحد، ونحسبوا U اثنين ناقص U واحد تعطينا واحد ناقص، تعطينا واحد صح. معناتها واش نلاحظوا؟ لاحظوا باللي U واحد ناقص U صفر تختلف عن U اثنين ناقص U واحد، إذن متتالية ليست حسابية. نزيد لكم واحدة واحدة وروحوا نحلوا تمارين صح. رابعا U صفر يساوي واحد، أي طاولنا الحد الأول وعطاولنا العلاقة التراجعية U N زائد واحد تساوي U N زائد N صح. معناتها
هذه نقدر نكتبها U صفر تساوي واحد U N زائد واحد ناقص U N تساوي N. N انت تجيك في بالك N ثابت، أنا المشكل وره، هذا ثابت N متغير موش ثابت، إذن مدام N هذاك عد ليس عددا ثابتا إذن U N ليست حسابية. نحل مع بعض هذا التمرين. UN متتالية حسابية، وقال لك باللي حسابية أساسها R، عندنا يعني الـ UN يعني أنا نوجدها لهنا UN 3 N وهنا UN، متفاهمين؟ VN و WN متتاليتان معرفتان من أجل كل عدد طبيعي N على الترتيب، VN تساوي 3 على 5 UN ناقص النصف، و WN تساوي U لثلاثة N زائد جذر سبعة. بيّن أن المتتاليتين VN و WN حسابيتان، مطلوب تعيين الأساس لكل منهما. يعني مرات نصيبوا في التمارين تاعكم في الترمينال، نصيبوا باللي يعطوك يعني عادة يعطوك دوال قلت لك دوال متتاليات بدلالة متتالية أخرى. في اغلب الاحيان كي نديروا الهندسيه يعطوك تصيب هذه بين وبعد تصيب هذه هندسيه ثانيه كي نشوفوا الهندسيه. صح نبداو على بركه الله في حال التمرين ما عليناش. يسموه باش نبداو احنا نبداو ب في ان زائد واحد ناقص ال في ان، وكنا شفنا باللي كي نقول UN متتالية حسابية واش معناها؟ معناتها أنه الفرق UN زائد واحد ناقص UN لازم نصيبه ثابت، يعني نصيبه R، هذه ما فيهاش نقاش. صح إذن هنا VN زائد واحد ناقص VN واش تعطينا؟ تعطينا ثلاثة على خمسة UN زائد واحد، يعني في مكان U N درت U N زائد واحد صح، وناقص النصف ناقص نعاود نكتب V N كما كانت ثلاثة على خمسة U N ناقص النصف ضرب، معناتها تساوي لي هنا شوف راح يولي لي ناقص نصف وزائد نصف لأنه ناقص ناقص راح، إذن هذاك راح، عندي ثلاثة على خمسة وثلاثة على خمسة خرجها عامل مشترك، ثلاثة على خمسة في U N زائد واحد ناقص U N طريبيان، معناتها وإحنا واش عندنا؟ نقولنا باللي يا ودي U N ناقص واحد اللي هي هذه تساوي R، تساوي R يحب يقول تساوي VN زائد واحد VN زائد واحد ناقص VN تساوي ثلاثة على خمسة R، لأن هذه الفرق هذا هو R. صح إذن VN متتالية حسابية أساسها ثلاثة على خمسة R سي بون. صح نروحو ال WN. صح عندي UN قال لك متتالية حسابية، U المتتالية UN متتالية ولا UN متتالية حسابية، هذا معناه أن U لثلاثة N تساوي U صفر زائد ثلاثة N R طيب، معناتها في الحد العام، الحد العام وش عندي؟ عندي الحد العام U N تساوي U صفر زائد N R صح، يعني إذا جيت أنا ودرت لهنا ثلاثة آن نزيد لهنا ثلاثة آن، ندخل هذه ثلاثة في الطرفين
صح معناتها ثلاثة عفواً إي ثلاثة أن زائد واحد وش تساوي؟ تساوي إي صفر زائد ثلاثة في أن زائد الواحد في أر. طيب يعني الآن بدلته بأن زائد واحد معناتها تولي لي إي ثلاثة أن زائد الواحد واش تعطيني؟ لا لا مشي هكا نكتبوها، لازم تجي تحت مع ثلاثة أن زائد الواحد هكا صح، معناتها تولي تساوي إي صفر زائد ثلاثة أن آر وزائد ثلاثة آر. طيب هذه واشن هي؟ هذه هي U ثلاثة N. طيب معناتها تولي U ثلاثة لN زائد الواحد تساوي U ثلاثة N زائد ثلاثة R، معناتها كون نديرها ناقص أي ندير الفرق تعطيني ثلاثة R. تعطيني واش تعطيني؟ ثلاثة R. طيب نجي الآن واش ندير؟ ندير W N زائد واحد ناقص W N واش تساوي؟ تساوي U ثلاثة في N زائد واحد زائد جذر سبعة ناقص U ثلاثة N زائد جذر سبعة. كي نحل أقواس جذر سبعة وناقص جذر سبعة يروح، إذن واش تبقى لي؟ تبقى لي U ثلاثة N زائد الواحد ناقص U ثلاثة N. يعني واش بقات لي؟ بقات لي هذه. ها كيف بقات لي هذيك؟ إذا نقدر نكتب مع الآخر WN زائد الواحد ناقص WN تساوي ثلاثة R، معناتها متتالية حسابية. نزيدو مع التمرين الثاني. U N متتالية حسابية حيث U ثلاثة عطاونا لا U صفر ولا والو، عطاولك U ثلاثة يساوي 13 و U سبعة يساوي 37 وطلبوا منا حساب U 17. طيب هنا واش نستعملو؟ نستعملو هذيك العلاقة العامة وهي U N تساوي U P زائد N ناقص P في R. ما تسلكني إلا العلاقة هذه. صح كيف يا أستاذ؟ معناتها عندي U سبعة تساوي واش تساوي؟ تساوي U ثلاثة الحد اللي طاوع لي اللي قبلها U ثلاثة زائد N اللي هي سبعة ناقص ثلاثة P في R. طيب هنا علاه؟ لأنه هذا عندي وهذا عندي، إذن أنا علاه درت هذا وزوج باش نحسب هذا الـ R. كي نحسب الار نقدر نحسب هذه. فهمت الضرب؟ صح. اذا كنا شفنا العلاقه تاع ار تساوي او ان ناقص او بي على ان ناقص بي، هاي وراهي في الجدول. هذه يعني نستعمل العلاقه العامه بنحسب الاساس. طيب اذا ار واش تساوي؟ تساوي او ان يعني اللي هي U سبعة أي سبعة وثلاثين ناقص ثلاثاش هي U ثلاثة على سبعة ناقص ثلاثة تعطيني ربعة وعشرين على ربعة، معناتها تعطيني R ستو ستة. هو R R يساوي ستة. صح. الآن نجي نحسب U سبعتاش. U سبعتاش دونك نستعمل هذه ثاني، استعمل هذه العلاقة العامة. إذن U 17 يا إما تدي U 7 ولا تدي U 3 نفس الشيء راح تخرج النتيجة. إذن تساوي U 3 زائد 17 ناقص 3 في 6 شتو يسمى؟ دوك عندي الأساس. إذن U 17 تساوي U 3 هي 13 زائد 17
ناقص ثلاثة دائما ندير ما بيدخل القوس وبعد الضرب بيجي الضرب. إذن صافي تعطينا 84. 84 إذن U 17 يساوي 97. نكمل الفيديو مع هذا التمرين الثالث خفيف وظريف. UN متتالية حسابية حدها الأول يساوي 14 هو الأساس ناقص 3. السؤال الأول طلبوا من حساب U 1 U 2 U 3 و U 25. معناتها U 1 واش تساوي؟ تساوي U 0 زائد 1 ناقص 0 في ناقص 3. يعني طبقت هذه الصفة العلاقة العامة U N يساوي U P زائد N ناقص P في R. U 1 الحد اللي راه عندي قبلها هو U 0 معناتها تساوي 14 ودائما احسب ما بداخل القوس بدير الضرب. معناتها واحد في ناقص ثلاثة 14 ناقص ثلاثة تعطيني 11. U اثناني واش تساوي؟ تساوي الحد اللي قبلها U واحد زائد الاثناني ناقص الواحد في ناقص ثلاثة. طيب معناتها تساوي U واحد اللي هو 11 وناقص يعني اثناني ناقص واحد معناتها ناقص ثلاثة أي تعطيني ثمانية. U ثلاثة U ثلاثة تساوي U اثناني زائد ثلاثة ناقص الاثناني ناقص ثلاثة معناتها تساوي ثمانية. ثلاثة ناقص اثناني معناتها واحد ناقص ثلاثة ثمانية ناقص ثلاثة إذن تعطيني خمسة. U 25 دي أي حد من اللي قبلها دي مثلا U 3 هو اللي قبلها زائد 25 ناقص 3 في ناقص 3 إذن تعطيني 5 ناقص 66. 66 إذن تعطيني عدد ناقص اللي هنا هي ناقص 61. أما هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني وهي تعيين عبارة U n بدلالة n، نعرفه باللي عندنا باللي U n تساوي U صفر زائد n r. طيب يعني إذن U n تساوي U صفر اللي 14 ناقص 3 n. ها هي عبارة الحد العام أو عبارة U n بدلالة n. أعزائي الطلبة إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا 33 دقيقة إلى أن يعني المرة الجاية كيف نزيد ونكملوا وش يخص المتتالية الحسابية نعمروا سما كل مرة نعمروا هذا الملخص تاعي نزيد نعمر والأمثلة تمارين نزيد نعمروا شوية أمثلة تمارين يعني راح نطرقوا إلى كامل وندوروا المتتالية الهندسية هكذا مع تاريخ بروحك. صنعت ملخص بلا ما أدري في الأخر أحتفظ به وعادي جدا. إذا أعزائي إلى الفيديو القادم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.